كان في حد بيتحداني في التعليقات ان اعمل حاجه عظيمه ب 20 جنيه معانا 20 جنيه ايه وتعال نشوف هنعمل بيها ايه. هنروح عند الراجل هنجيب ب 10 جنيه بسطرمه وهنجيب خمس بيضات تمام، هيبقى معانا ب 10 جنيه بسطرمه وخمس بيضات، ال 10 جنيه بسطرمه اهيت، ومعانا الطاسه بتاعتنا ومعانا الزبده دي من عند امك في البيت اوعى تنساها، وتقوم حاطط حته زبده من عند امك في البيت تمام بس كده. وبعد كده تقوم مولع النار وحاطط الزبده خليها تسيح خالص، سيح يا برنس سيح، محدش ياخد منها حاجه، بس تقوم حاطط البسطرمه بالطريقه ديت واحده واحده عشان ما تطرقعش في وشك، وقلب بقى كويس عشان تستوي. هتقوم جايب البيض ومكسره، وبعد كده تقوم عامل البيض زربيو كده اهو، هتقوم حاطط البيضه الثانيه زربيو كده اهو، يا سلام. تقوم مقلب بقى كويس كده اهو كده اهو، شمال يمين فوق تحت بس كده. تقوم جايب الملح والفلفل تقوم حاططهم، دي بقى تركاية من عندي محدش ينساها. تقوم مفضي بقى البسطرمه في طبق بقى لوحده وياه وكل وربنا جامد، يا سلام. اهم يا جمل محدش بقى ينسى اللي اكل فيه.